يعني يمكن لما نتكلم على موضوع زي التحالب، ناس تقول التحالب ايه اللي احنا نتكلم فيها دي، وايه اهمية التحالب يعني احنا نطرحه. لا الحقيقة يعني لما ندخل كده في وسط الموضوع هنلاقي يعني لا انها ليها اهمية في معالجة مشاكل المياه المالحة، ليها استخدامات في تدوير واستخدام مياه الصرف للزراعة، فده هينتج عنه زراعة جيدة. بنخفض في استخدام الأسمدة وده يدينا وفرة اقتصادية. بيعالج كمان جزء من التغير المناخي في موضوع الاحتباس الحراري. أقول لكم كمان على الأعلاف، أنتوا فاكرين أزمة الفراخ وأعلاف الفراخ وإلى آخره، ده برضو جزء ممكن نتكلم فيه. يسعدني أن يكون مع الأستاذ الدكتور أبو الخير بدوي السيد، رئيس وحدة بايوتكنولوجيا الطحالب بالمركز القومي للبحوث. برحب بك يا دكتور. أهلا بصحتك وكل سنة والكل بخير. كل سنة وحضرتك طيب. هي إيه الطحالب الأول؟ هي الطحالب دي نقدر نقول عليها دلوقتي المملكة الثالثة. في المملكة الثالثة، عندنا المملكة الحيوانية، عندنا المملكة النباتية، ونقدر نقول دلوقتي مملكة الطحالب هي في الأصل نباتات غير راقية، وحيدة الخلية، يعني نقدر نبسطها كده قد خلية الدم، وفي منها عديدة الخلايا اللي بنشوفها في البحار على الشواطئ، أشجار طويلة كده، لكن هي في واقع الأمر نباتات غير راقية، يعني ما فيهاش الأعضاء الكاملة بتاعت النبات عشان نبسط على الناس بس. لكن النبات الغير راقي ده هو أذكى كائن أو مخلوق على وجه الأرض، تقدر تنتج منه حضرتك كل ما تتخيله. الطحالب دي، الطحالب دي أعدادها رهيبة جدا، بتعيش في جميع البيئات، في المية العذبة والمية الرائدة أو الراكدة بالكاف، والمية المالحة والمية فوق المالحة، يعني تعيش في مية النيل، في مية الترع، في المصارف، في البحار والمحيطات، حتى بعض الملاحات تحتوي على الطحالب. يعني احنا لما كنا نسمع كلمة طحالب دي حتى من صغرنا يعني طالعين انها دي حاجة غير مفيدة، وانها حاجة لا تستخدم، وحاجة يعني مقززة كمان، يعني خليني اقولها لك يعني. لكن اللي موجود قصادي معلومات ان انتوا في المركز القومي للبحوث لا بتعملتوا ابحاث ولقيتوا ان الطحالب دي لا بتعالج حاجات كتيرة، منها مشاكل الري بالمياه المالحة. ازاي كاول عنوان؟ هو تعقيبا على كلام حضرتك في الاول، ان الطحالب دي من ايام مثلا حضارة موازية للقدماء المصريين، وبتستخدم الطحالب كمان في علف وتسميد وتغذية وعلاج. امال ورثونا لنا الطحالب دي اي بس كلام؟ ما كانش في مصر، ما كانش في يعني في امريكا اللاتينية في ايام حضارة المايا والاستكس والحاجات دي. انما الطحالب فعليا بدات في مصر في اربعينات القرن الماضي، في اساتذه كبار وعظماء في مصر وليهم اسماء عالميه ودوليه، ومنهم الحي ومنهم توفاه الله، ليهم اسماء كبيره وباع كبير جدا في الطحالب من الاربعينات وحتى يومنا هذا. بدا البحوث الفعليه والانتاج الفعلي للطحالب بدا في المركز القومي للبحوث سنه 78 بمعرفه استاذنا وابو انتاج الطحالب في مصر الاستاذ الدكتور محمد مصطفى الفولي، واشرف اتشرف انه كان مشرفي في الماستر والدكتوراه، واستاذنا اطال الله في عمره وبقائه. ساعه ما دخلت الطحالب في مصر سنه 78 كان الهدف منها ان انا انتج بروتين غير تقليدي، لان بعض البحوث قالت انها بتحتوي على حوالي 70% من وزنها بروتين. عاداتنا الغذائية والتكلفة العالية بتاعت إنتاجها في الوقت ده، لأنها كانت التكنولوجيا مستوردة، منعت استخدامها، فاضطرينا أن احنا نشوف طريقة تانية، أذر سينجل زان بروتين، حاجة تانية غير البروتين، فربنا أكرمنا أن احنا نطلع منها محصولات حيوية. هو كان في أمل أن احنا ناكل طحالب يعني ولا إيه؟ ما زالت بتؤكل على مستوى العالم كله. بتؤكل؟ على مستوى العالم كله. في إيه يا دكتور؟ يعني مثلا طحلب زي الألفا ده اللي بنشوفه في الشواطئ اسكندرية وفايد والبحر الأحمر، حاجة اسمها كده بنسموها خس البحر، ده منتج غذائي ومطلوب على كل موائد أوروبا، شرق آسيا كلها بتاكل من الطحالب دي مباشر. السوشي اللي بنشوفه في المطاعم اسمه ده ايه على طرابيزة الأكل بقى ده، يعني علشان ما نجيش يعني علشان ناكله؟ أقرب حاجة السوشي. السوشي من الطحالب دي؟ أقرب حاجة السوشي هو طحلب. طحلب نفسه هو طحلب. حاجة زي ورق، في خس البحر، في حاجات كتيره، في سيموس، في انواع كتيره جدا جدا جدا، دي الحاجات اللي هي سهله وايدبل والكلام ده كله. وده يندرج تحت برضو انه غير راقي، ده نبات غير راقي، ده غير راقي بس عديد الخلايا، يبقى عامل زي ورقه الخص كده، لذلك نسميه خص البحر. في حاجه تانية زي الانتير مورفا، دي عامله زي الشبت بتاع السلطه. كل الحاجات دي تتاكل، قيمتها الغذائيه عاليه جدا،
مصدر مهم جدا جدا لمركبات دوائيه لا حصر لها، حاجات بقى انتي ايدج وانتي كانسر وفيتامينز ومينرالز ضد السن الكبير وضد السرطان وضد حاجات كتيره جدا 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 بتطلع من الطحالب. وفي في دول اقتصادها وفي مجتمعات اقتصادها واقف على الطحالب ديت وشغال على الطحالب. عندنا التجارب في تونس وفي المغرب واعتقد في الجزائر وزيمبابوي او تنزانيا، الناس دي شغاله على اصطياد الطحالب من البحر وانتاج مركبات طبيه فعاله كتير جدا منها، ومنها جزء بيؤكل ومنها جزء بيتحول لمخصبات واسمده حيويه. دي اللي طحالب بنقول عليها حشائش البحر او بالانجلش يعني او بالتعريف العلمي اللي هي الماكرو الج، بتبقى حجمها كبير شويه. لكن حضرتك بتقول احنا كثقافه غذائيه ما قبلناش الموضوع ده. احنا كان عندنا شركه وحيده في مصر اللي هي شركه ادفينا اللي كانت بتنتج الاجار اللي هو الجيري دوت، للاسف وقفت تقريبا من التسعينات وبقينا نستورد الاجار دلوقتي. كان المنتج الوحيد اللي بنطلعه في مصر حتى اتقضى عليه. لكن في الاستخدامات الاخرى طيب في العشر سنين اللي فاتوا دول يعني مصر صراحه شهدت انطلاقه كبيره جدا في مجال انتاج الطحالب، بدات الناس تعرفها وبدا التطبيق الفعلي للطحالب. خرجت بقى من المعامل والبحوث والدراسات اللي كانت موجوده على الارفف دي ودخلت في الحيز بتاع التطبيق الفعلي، ان انا اجيب منها عائد اقتصادي، ان انا احل بيها مشكله في مجتمع. حضرتك ذكرت دلوقتي حكايه المياه المالح تقريبا ولا ميه الصرف؟ مشاكل الري بالمياه المالحه. الري بالمياه المالحه احنا طبعا انا هتكلم من خلال تجارب كلها اجريت بالمركز القومي للبحوث. نعم. يعني مش هنتطرق للتجارب القطاع الخاص. في احيانا في تجارب تمت ما بين المركز والقطاع الخاص وجمعيات اهليه الهدف منها نشر الوعي بيها. الزراعة بالمياه المالحه يعني علميا كده في مشكله اسمها كلوريد صوديوم في المياه. كلوريد الصوديوم اللي في الميه ده بيعمل ضغط اسموزي على النبات وبيتنافس مع عنصر البوتاسيوم وبيهد النظام الانزيمي. انا بقولها ببساطه قوي بيهد النظام الانزيمي بتاع النبات ويتوقف النبات عن النمو او لا يصلح في الانبات. فبتكنيك الطحالب ببساطه جدا احنا الميه المالحه دي بنزرع فيها طحالب، نوع معين من الطحالب عنده القدره على التحمل، دي حاجات خاصه بينا، عند نوع على التحمل قدره على التحمل على ملوحه الميه لحد 72 الف جزء في المليون، يعني يعيش في ميه قد ميه البحر مرتين. بس في اللحظه دي هو بيتوقف عن النمو، فده مش مصلحتنا. فاحنا هنتكلم في مياه الري المالحه نسبيا اللي هي مثلا توصل لحد 10 او 12 الف. ما حدش طبعا هيروي على 10000 و12 الف جزء في المليون ملوحه، وده دي مشكله ظهرت مثلا في الاراضي الجديده كلها زي المغره. دي مشكلة ظهرت حتى في الأراضي المستصلحة قديما، يعني أرض مستصلحة بقى لها 20 أو 30 سنة بيعمل أبار، كتر سحب المية من الأبار بتزداد ملوحة البير، بيضطر يعمل بير تاني وده بتكلفة عالية جدا. فإحنا وجدنا طريقة دلوقتي إن أنا أنت حضرتك بتسحب المية من البير عشان تروي بيها، فالكل بيخزنها في حوض. الحوض ده إحنا بنعمل له استراكشر معين إن إحنا نعمقه لعمق 7 او 8 متر، نحط فيه طحالب، نحط فيه مخلفات الزراعه اللي هي عباره عن اوراق الشجر بتاعه التقليم او النفايات الزراعيه، بنحط فيه نوع من السمك يا قرموط يا مبروكه حشائش يا بلطي ثنائي الجنس يا سمكه الباسة، دول عندهم قدره على التحمل شويه. والهدف الفكره العلميه هنا ان مخرجات السمك، السمك مشكلته في مصر كلها وده جزء نتطرق ليه تاني، ان في المزارع الخاصه بتاعت السمك كل فدان سمك في البلطي بالتحديد بيستهلك 25 الف متر مكعب ميه في السنه، دول برميهم. فاحنا في تجربه في 2010 عملناها على مستوى 10 فدان، منعنا تغيير الميه طول السنه مع تحقيق ربحيه اكتر من العادي 23% بسبب ان الطحالب دي بالطحالب بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. في الظروف العاديه السمك ليه مخرجات، المخرجات بتاعت السمك دي لما بتنزل بتقلل نسبة الأكسجين وبتزود نسبة الأمونيا وبتؤدي لاختناق السمك. أنا عايز أخد المركبات اللي طلعت من مخلفات السمك دي اللي هي الأمونيا اللي هي البكتيريا بتكسرها. البكتيريا بتكسر المركبات العضوية بتاعت السمك، فالبكتيريا عايزة أكسجين والسمك عايز أكسجين. الطحالب بتاخد نواتج تكسير المركبات العضوية ديت وبتدي أكسجين قد النبات 40 مرة. وبتاخد ثاني أكسيد الكربون قد النبات 40 مرة. وبتستهلك كل الصور وتركيزات النيتروجين اللي موجوده في الميه، وبالتالي عملت لي تنقيه
يعني رينيول المية من غير ما تحتاج انك تفردها، من غير ما احتاج اي حاجه. تمام. في نفس الوقت المخلفات دي كلها مع المية المالحه والمركبات العضويه اللي ناتجه من اوراق النباتات اللي انا رميتها في قلب الميه بتتحلل زيها زي مخرجات السمك. في الحالات دي بتطلع كميه كبيره من المواد من الاحماض العضويه اللي قادره على تغيير صور الصوديوم الضاره، بدل ما موجوده في صوره صوديوم كلورايد ممكن اديها في صوره صوديوم في صوره احماض عضويه جليسينيت اي حاجه من الاحماض العضويه. في الحالات دي انا منحت التاثير الضار بتاع الملح. لكن انا ما شلتش الملوح، محدش يقدر يشيل الملوح من الميه، وبالتالي ان انا غذيت النبات وانتجت سمك وغذيت النبات وما فقدتش المياه. وما فقدتش المياه. طب وده ملوش اي تاثير سلبي خالص يعني، كله ايجابي؟ عايز حد يقول لي في تاثير سلبي؟ التجربه اتعملت سنه 2008 عند مزارع قطاع خاص على 10 فدان، اتنشرت في 2010، اتطبقت في مزرعه خاصه ثانيه من خلال المركز القومي للبحوث، وجابت نتائج في سمك اعتقد مبلوطة الحشائش وصلت اوزانها لحوالي 3 كيلو. الكلام ده موصل جوه المركز القومي للبحوث. طب انا قبل ما اكمل بس عن المزايا للطحالب، هي حضرتك ذكرت لي انه اخر 9 سنين بدا الاستفاده، وان الابحاث دي كلها كانت على الارفف. تمام. يعني انا مش هسال بقى خلاص ليه كانت على الارفف، يعني اذا كان عندنا يعني ابحاث وعلماء بيبذلوا مجهود وتجارب وبيقولوا لنا خدوا في حاجه خاصه هي بالطحالب مفيده، هو يعني خلينا نقول من التسع سنين اللي فاتوا ايه مدى الاستفاده من الكلام ده؟ استفاده عظمى ولا ما زالت هناك ابحاث ينبغي ان ينتبه اليها الـ 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 او تنتبه اليها الحكومه؟ يعني ايه مدى الاستفاده؟ هو السؤال بصراحه، السؤال عن مدى الاستفاده اعتقد انه المفروض ما يتقالش. ليه؟ لانه علميا خلاص ثبتت التجربه دي. لا خلاص انا بتكلم على الاستفاده من من الابحاث، الاستفاده من الابحاث على ارض الواقع. صعب قوي ان حد مزارع قطاع خاص يعملها. صعب. يعني ده مشروع تتبناه الدوله. ما فيش قناعه، ده لازم تتبناه الدوله. الدوله عندها مساحات، واحنا عرضنا على اماكن كتيره جدا، الدوله عندها مساحات وعندها العماله الكافيه. في دلوقتي انا عندي مركز بحوث زراعيه، وعندي وزاره الزراعه، وعندي مركز قومي للبحوث، وعندي مدينه الابحاث العلميه، وعندي المزارع المسؤوله في جهات سياديه كتيره جدا. ما ياخدوا ويطبقوا يجربوا. احنا ما ياخدوا ويطبقوا. انا بقى هنا بقى لما يجي يجرب هيجرب على ايه؟ حلو قوي. هو ما فيش تطبيق للابحاث دي؟ ما احنا قلنا اتطبق عند واحد او اتنين قطاع خاص بس. واتس افتر. فانت بتطالب ان الحكومه تنتبه لابحاثكم وبالتالي هنحقق الاستفاده العظمى. ورحنا وعرضنا. ورحتوا وعرضتوا؟ كتير، اماكن كتيره جدا. ولم يتم الاستجابه حتى الان. ولم يتم الاستجابه. طيب. وطلب مننا تجارب اوليه. ادينا بنضم صوتنا لصوتك اهو، ونقول يعني نقول للمسؤولين انه يعني الناس عندهم، احنا بنتكلم على مشاكل ري، فاحنا لو بنتكلم على مشاكل ري بالمياه المالحه الطحالب واستخدامها عليها ابحاث، تعالوا نروح للمركز ونقول للعلماء انتوا عملتوا ايه. طيب لو جينا نمره 2 تدوير استخدام مياه الصرف للزراعه، هقول هضيف نقطه صغيره بس. اتفضل. انت حضرتك وانت بتروي بالميه دي بتوفر في استخدام الاسمده كمان. طيب يعني استفاده من كل الجوانب، مش هقول بمنع استخدام الاسمده، بوفر في استخدام الاسمده. وبالتالي احنا عندنا مشكله في اساسا الاسمده وفي استيرادها ماشي. نخش على نمره 2 تدوير استخدام المياه الصرف للزراعه. طيب ابو الموضوع دوت راجل امريكي اسمه اوزوالد، ده توفاه الله في 2005. والاستراتيجيه اللي هي اتعملت اللي قلناها في السمك هي نفس الاستراتيجيه بتاعه معالجه مياه الصرف الصحي. زمان كنا نخاف من مشاكل الري بمياه الصرف الصحي، زمان غير دلوقتي. زمان انا كان عندي ماسوره ميه حديد فيها رصاص ونيكل وحديد، كان عندي ماسوره صرف رصاص او زهر في ازدير ورصاص. دلوقتي الكلام ده مفيش. دلوقتي انا عندي مواسير بلاستيك وبولي بروبلين وبي في اي وحاجات كتيره قوي. فايه المشاكل في ميه الصرف؟ ما بقاش العناصر الثقيله اللي كنا بنخاف منها ركناها على جنب. يبقى عندي في ميه الصرف عندي المركبات العضويه وعندي الجزء الحمل الميكروبي. الحمل الميكروبي سهل قوي ان اتخلص منه. يبقى فاضل المركبات العضويه. مياه الصرف عموما ما لم تكن فيها
متبقيات مبيدات او كيميكالز مصانع فلا خوف عليها من اي حاجه من الكلام ده كله. وعندنا رساله دكتوراه في 2018 اتعملت عندنا في المركز تحت اشرافي على بحر البقر وشادر عزام وبحر حدوث وام الريش وطلعت الاسماعيليه قبل وبعد الخلط. تمام. وخدنا ميه الصرف بعد المعالجه بالطحالب، ده مستوى حقلي مش حاجه في المعمل، وزرعنا به الخروع بدون تسميد. صلحت التربه وطلعت نسبه زيت من الخروع حوالي 42%. طب انا خايف من بقيه المتبقيات بتاعه اللي في الماده العضويه ديت او في الميه. الراجل ده اعتمد ان هو يربي الطحالب مع البكتيريا في المعالجه الثنائيه والاوليه الثنائيه والثلاثيه تحت الميه. تمام. بنفس القصه بالظبط، هو بيوفر نسبه اكسجين عاليه للبكتيريا الهوائيه عشان تكسر الماده العضويه اللي موجوده في ميه الصرف. انا كسرتها وديت نسبه اكسجين عاليه، وفرت الطاقه بتاعت التقليب والتهويه، لان البكتيريا دي عشان تشتغل لازم اعمل بلورات ومضخات تقليب وتهويه عاليه جدا. مشكله بتاع ميه الصرف، معالجه ميه الصرف، ان محتاج مساحات كبيره ووقت طويل عشان يقدر يخزن الميه مده كبيره ويقدر يعمل لها معالجه. الحقن بالطحالب في الحالات دي هيأثر المده وهيوفر الطاقه بتاعت التقليب والى ذلك. وببساطه جدا انا اكون جنب كل محطه صرف، كل محطه معالجه، هعمل مساحه حوالي 10% من مساحه وحده المعالجه دي. نمره واحد بس، اضخ بيها طحالب اللي هنا. المده قد ايه؟ المده هنا 48 ساعه. 48 ساعه. استغلال الارض هي اقل استخدامات للارض في الموضوع ده. يعني ايه اقل استخدامات؟ يعني عايز اقول ان الطحالب ما بتحتاجش مساحات في الارض كبيره. فدان الطحالب بيشيل 1200 متر مكعب مساحه. احنا اخر بحث منشور لنا في مجله كيو 1 السنه دي ان احنا كنا مقدمين براءه اختراع لاكاديميه البحث العلمي، ان احنا رفعنا انتاجيه الفدان، حجم الفدان من 1200 متر مكعب لحوالي 8000 متر مكعب. عملنا مزارع راسيه بتكنيك وبرضه حاجات لم تنشر سابقا. يعني ولم تنشر سابقا. تساؤلي نعم، هي توفر مساحات، توفر مساحات اراضي كبيره. نعم. جدا. في نفس الوقت انا هاخد الميه دي في خوف مثلا اللي هيتخوف من شغل الميه ده، والسؤال ده كان اتسال لي في اول مؤتمر ليا في سنه 2000. طب انا اخد الميه دي وازرع بيها نباتات زيتيه، نباتات ما بتتاكلش، نباتات اخد منها زيت، واحنا جزء كبير جدا من استهلاكنا واستيرادنا نباتات زيتيه. من ازرع بيها عباد شمس، ازرع بيها خروع، ازرع بيها اي محصول زيتي، ازرع بيها كتان، اخد منه الالياف. كل ده كنت البحث، كل ده كنت بحث. طب والمخلفات بتاعت النباتات دي بعد ما خدت الزيت ما انا احطها محسنات تربه. تمام. يبقى انا ما اكلتش منها حاجه لا خوف. طب نروح حته تانية، ما انا اخش بيها على اي ظهير صحراوي واعمله اشجار خشبيه. بعد 20 في اشجار دلوقتي سنتين ثلاثة باخد منها خشب، وتكرار الزراعه اصلا هيصلح لي التربه. يعني لما ازرع مره واثنين وثلاثه وبعد 10 15 سنه في عمر الدول ده ثانيه، ده ولا حاجه، كلام صحيح فاضي. يعني صحيح، لما اقعد ازرع 10 15 سنه حاجات زي النباتات الزيتيه والاشجار ديت، غصب عن الارض دي هتتصلح. واكون وصلت التكنيك اعلى من كده، ان انا اضمن ان ميه الصرف اللي متخوف منها ديت انها سيف 100%. لكن انا بالنسبه لي يعني انا كنت هوجه سؤال لحضرتك دلوقتي بس انت جاوبت لي عليه من شويه. يعني هقول لكم، يعني انتم مقصرين انك انتم تعرضوا الابحاث، قلت لي لا احنا رحنا وعرضناها على كل الاماكن. طب يعني هو السؤال فين النقطه المفقوده، فين في الحلقه؟ يعني مين مسؤول عن الاستفاده العظمى من مساله الطحالب دي، طالما ان العلماء والباحثين في المركز القومي للبحوث بيقدموا وعملوا تجارب، ومسألة حضرتك بتقول انها قتلت بحثا ونتائجها 100%، والاستفادة العظمى ما فيش غير اتنين من القطاع الخاص هم اللي بيستخدموها دلوقتي. حضرتك يعني صمتك افضل من الكلام. طيب ايه حكاية الاحتباس الحراري؟ يعني ايه نستفيد بيها في الاحتباس الحراري؟ ده برضو مشروع اتقدم في 2015 لجهات فوق كبيرة قوي. الاحتباس الحراري، احنا اكتر دولة تقريبا من الدول الكبيرة قوي في الاحتباس الحراري. صحيح. الاول اتعمل في شركة، مش عايز اقول ان هي شركة قطاع خاص، لانها كانت تعاون مع محافظة السويس في 2006.
احنا زي ما قلت لحضرتك ان الطحالب بتستهلك 50% من وزنها كربون، الوزن بتاعها ده 50% منه كربون. تمام. يعني كل كيلو طحالب محتاج حوالي 2 كيلو ثاني اكسيد كربون، هي بالظبط 1830، هنقول حوالي 2 كيلو ثاني اكسيد كربون. عمليا وفعليا ودي دراسات اجريناها، لما باجي احط ثاني اكسيد الكربون للطحلب بيستفيد بحوالي 1.5% والباقي بيطلع تاني فوق. فعملنا سيستم كده مغلق ان احنا ناخد نفايات المستشفيات، دي التجربه اللي تمت 2006 و2007، اخد نفايات المستشفيات احرقها، اخد ثمن من اجر الحرق دوت، واعمل ترابنج او كابتشر للكربون دايوكسيد وانقيه، كل ده حاجات بدائيه قوي، واغذي حواض الطحالب بثاني اكسيد الكربون ده اللي طالع من الحرق. ده كان موديل صغير. طب على المستوى الكبير، وده اللي اتقدم لجهات كتيره جدا، انا عندي مصنع اسمنت بيطلع طاقة حرارية من المدخنة حوالي 1300 درجة مئوية، حوالي دي مش تخصصي قوي يعني. فرق درجة الحرارة ده أنا ممكن أخرج منه في وحدات اللي هي الترانسفير بتعمل من 5 لـ6 ميجا وات ساعة كهرباء. يعني مجرد إن أنا أخد الحرارة اللي طالعة دي وأستغلها في توليد كهرباء أطلع طاقة عالية جدا. المدخنة الواحدة بتطلع 5000 طن أسمنت في اليوم. المدخنة دي بتطلع ما يزيد عن 20,000 طن غازات، أكسيد كبريت ونيتروجين وثاني أكسيد كربون، سوكس ونوكس وكربون دايوكسيد. بعمل باخد الطحالب دي، الوحدة دي صممت في المركز القومي للبحوث. تمام. وجالي التنفيذ جالي التجربة بتاعتها، لكن هي كوحدة صممت مرتين بتو موديلز يعني، وعليها رسالة دكتوراه في معهد بحوث البيئة، معهد البيئة، جامعة عين شمس. باخد الغاز دوت بدخله على وحدات زراعة الطحالب. بعديه مرة واثنين وثلاثة في غرف مغلقة، الطحالب بتاخد الغازات دي كلها بتستخدمها كمغذيات، غازات النيتروجين وأكسيد الكربون وأكسيد الكبريت، الطحالب بتاخدها كمغذيات، فبالتالي أنا انتجت بايوماس ووفرت التغذية. وبفضل من وحدة لوحدة لوحدة، كل وحدة عليها سنسور، فبقلل ثاني أكسيد الكربون، فبقلل الاحتباس الحراري، قللت الاحتباس الحراري لحد ما طلع في الآخر هواء فري أوكسيدنت فاضي. يعني انا بشكرك، يعني وقتنا خلص، لكن انا بشكرك على هذه المعلومات دكتور ابو الخير بدوي السيد، رئيس وحده بايوتكنولوجيا الطحالب بالمركز القومي للبحوث. ودعني اضم صوتي الى صوتك، يعني انه يا جماعه في الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم، كل دوله تشوف ايه المقدرات اللي عندها وايه الابحاث اللي عند اما المركز القومي للبحوث اللي عاملينه، ما هو عشان الناس تقعد تبحث وتشوف احنا نعظم الانتاج ازاي، وتشوف احنا نعظم من استخدام اي شيء ازاي، ونقلل من التكلفة الاقتصادية، ونوفر في انتاجنا، ونوفر في السماء الاسمدة. يعني عندنا استخدامات كثيرة وابحاث كثيرة. يعني ارجو انه بس السادة المسؤولين ينتبهوا لهذه الابحاث، والناس مش مقصرين ان هم يعرضوا هذه الابحاث وتجاربهم اللي استغرقوا فيها ايام واسابيع وشهور وسنين عشان يخرجوا بنتائج. فارجو ان احنا يعني ننتبه، لان دي المرحله الحاسمه في عمر الوطن. احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي، والى اللقاء.